صباح الخير والتفاؤل على كل متابعينا في مصر وفي العالم كله. صباح مليء بالأمل، مليء بالحب. مع بعض مبارح كنا بنحتفل بعيد الحب وعندنا 100 حاجة تخلينا نحب بلدنا أكتر وأكتر. صباح لا يكتمل إشراقه إلا بوجود زميلتي العزيزة مها سميحة. صباح الخير. صباح الخير يا محمد. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بتمنى لحضراتكم حلقة سعيدة ويوم يكون مليء بالأمل والخير والتفاؤل بإذن الله على حضراتكم. يمكن الحدث الأهم اللي كلنا بنتابعه خلال هذه الأيام وبنشوفه عبر وسائل الإعلام المختلفة هو منتدى شباب العالم الثاني بمدينة شرم الشيخ. منتدى شباب العالم اللي بيحضره سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والقيادات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى مشاركة كمان عدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم. وصل عددهم تقريبا 5000 شاب وفتاة من حوالي 160 دولة من جميع أنحاء العالم المختلفة. منتدى شباب العالم من المنتديات اللي بتأكد حرص الدولة المصرية بشكل كبير على تقدم الشباب المصري وعلى إعداد قادة المستقبل في وقت الشباب في مصر وفي دول كثيرة جدا بيواجهوا كثير من التحديات اللي بتحولهم من شباب عنده المقدرة على العمل والإنتاج ومزيد من الطاقة والتقدم لشباب بيفقد الثقة في نفسه إلى حد ما، شباب يفقد الثقة في قيادات دولته. ولكن الحمد لله إحنا مصر اكتشف هذا المنتدى الهام جدا اللي بيجمع شباب مصر من صفة الشباب المصري من المثقفين واللي عندهم طاقة إبداعية وعندهم رؤية صائبة لكثير من الأمور اللي بتحظى باهتمام الشباب مش بس في مصر ولكن في جميع دول العالم. يتصادف افتتاح هذا المؤتمر الكبير مؤتمر الشباب العالمي مع حادثة جميلة جدا أو مناسبة جميلة جدا بنحتفل بها كمصريين جميعا، عيد الحب المصري. هذا العيد اللي ابتدعه أو صاحب الفكرة فيه أو صاحب الفضل فيه كاتبنا الكبير مصطفى أمين. والقصة كانت باختصار أن مصطفى أمين كان نازل من بيته في يوم لقى جنازة فيها 3 انفار، فسأل ليه يا جماعة الجنازة دي ما فيهاش أكتر من 3 انفار؟ قالوا يعني الله يرحمه كان دمه تقيل، كان يعني في مثلا في مركز ما أو في وضع ما، وكان يعني متكبر على الناس وبيضايق الناس، وفي الآخر لما مات ما لقاش غير يعني ما لقيناش غير 3 دول يمشوا في الجنازة بتاعته. راح بسرعة كتب مقالة وقال يعني ليه احنا بقينا بنكره بعض، ليه ما نحبش بعض، ليه ما نحبش بلدنا، ليه ما نحبش وطننا، نحبش ارضنا، نحب جار، نحب زميل، نحب صديق. ودعا الى عيد للحب في مثل هذا التاريخ، وهذا الحب هو اللي جمع كل شبابنا وكل شباب العالم في هذا المؤتمر، فدي كانت مناسبة سعيدة جدا. طبعا بالتزامن مع هذا المؤتمر كان عندنا حادث أليم أليم وجعنا كلنا كمصريين، وهو الحادث الإرهابي اللي نال من مجموعة من أقباط مصر الأشقاء شركاء الوطن. طبعا يعني رغم هذا الأسى لكن عايز أقول إن قد إيه كان هذا الإرهاب غبي في إنه وصل رسالة إحنا كنا يمكن محتاجينها بالتزامن مع مؤتمر الشباب. دول كتير قوي بتعتقد إن إحنا ما عندناش مشاكل، إن داعش والجماعات الإرهابية دي هي عبارة عن يعني حيلة أو حجة بتتحجج بها الدولة المصرية عشان تستعطف العالم أو. ولكن في بالتزامن مع هذا المؤتمر، بالتزامن مع هذا النجاح، وضحت كل هذه النوايا السيئة جدا وهذا السواد في القلوب، وبان قدام العالم كله وكل شباب العالم اتفرج عليهم وعرف ان مصر بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم. بنشكر ربنا ان عندنا قوات مسلحة وداخلية قدروا ان هم يردوا الثأر في اقل من 24 ساعة، وقدروا يخلصونا من اللي ارتكبوا بهذه الجريمة، وقدروا انهم يخلوا اهالي ضحايانا يناموا مرتاحين ويحسوا ان وراهم حد اخذ لهم حقهم. ده حقيقي. يمكن كل ما بيحصل حادثه من هذا النوع احنا بنتالم جدا وبنحس بحزن شديد في قلوبنا جميعا كشعب مصري مسلم ومسيحي، ولكن يمكن بنزداد قوه، بنزداد ترابط، الرباط القوي اللي بيننا وبين اخواننا الاقباط بيزداد اكتر واكتر. الحمد لله احنا شعب متحاب، شعب عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، عندنا ثقه في قيادتنا، وباذن الله تعالى يعني الفتره القادمه كده نقدر ان احنا نسيطر على العمليات الارهابيه اكتر واكتر، ونستكمل طبعا المنتدى خلال الأيام القادمة بإذن الله. تعالوا دلوقتي سريعا نطلع مع حضراتكم نسمع أغنيتنا ونرجع لكم من جديد.